مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. الله بالخير، وكل عام وانتم بخير، ومن العائدين الفايزين ان شاء الله، وتقبل الله صالح اعمالكم. من هامبورغ في شمال المانيا، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله تبارك الله، اجواء اليوم اجواء مشي، فراح نستكشف المدينه ان شاء الله ونشوف اهم النقاط السياحيه فيها. أحد شوارع هامبورغ، شارع تجاري، في محلات، في مقاهي، في مطاعم، وقريب على البحيرة. هامبورغ تعتبر المدينة رقم 2 في ألمانيا من ناحية التعداد السكاني، فيها 1,800,000 نسمة. أما بالنسبة للكثافة السكانية فهامبورغ تجي بعد برلين، فيها 1,800,000 نسمة، ترتيبها على مدن ألمانيا رقم 2. لأن الأتراك أكثر نسبة سكان في هامبورغ، فأكيد الأكل التركي يكون موجود، والبطاطا التركية المهروسة. قولوا لي إن في أورتيكوي ألد، أنا ما أقول لكم لا، طبعا كل شيء في تركيا ألد، ولكن المحل هذا لذيذ صراحة، البطاطا عنده لذيذة. محطة المترو ستيشن الرئيسية في مدينة هامبورغ الألمانية. محطة المترو في نفس المكان في الباصات السياحية، كان الخط الأحمر أو الأزرق، للشخص الواحد 17 يورو ليوم كامل. هذه محطة الباصات الرئيسية للي حابين يتنقلون بين مدن ألمانيا، هذه هي، بحط لكم إحداثياتها في السناب الجاية. الاتجاه هذا سوق الخضرة اليومية طبعا، وهذه مطاعم عربية فيها مطاعم حلال، وهذه الجهة الثانية مكملة إلى سنتر المدينة. الدليل على اختلاف الثقافات في مدينة هامبورغ الألمانية الصيدلية، هذه مكتوبة بأكثر من لغة. أحب التسوق، هذا الشارع الرئيسي في هامبورغ، هذا زي ما انتم شايفين مانجو، اتش ام، اديداس، وغيرها من الماركات العالمية. طبعا كثير من المحلات الآن تقدم عروض الصيف، خاصة ان فصل الخريف قرنا في أوروبا، فبي يخلص البضاعة أول بأول، هذا عنده نص السعر. كنت من مدمنين العطر هذا أنجل، بس الفترة الأخيرة انقطع من السعودية، ما أشوف، ما أدري في دبي إذا موجود ولا لا، ولكن هنا حصلته. جميل العطر هذا. بحيرة ألستر الصناعية في هامبورغ، واحدة من الأماكن أو الخيارات الجميلة جدا في السياحة. لطوفكم، اللي يجي هامبورغ يجي هنا. هذا اسم الفندق، ميريديان هامبورغ الألمانية. الشكر مقدم لأخوي سلمان أبو عيد، صاحب حساب السياحة المذهلة، يعطيك العافية أخوي سلمان، شكرا جزيلا.